خدع دفني يفتح الكثير من فرص العمل في كما لو أن العمل الذي بدأه بمفرده لم يكن كافيا عندما تسبب في إصابة يلؤش بالشلل يوافق دفني الذي ليس لديه مكان للهروب على العقوبة هذه العقوبة ستجلب دفني لمواجهة مفاجأة لم تتوقعها أبدا تقرر بينك سلطان التي ترى أحفادها في حالة غياب أن لم يعد مفيدا وتخبر توبرك بكل شيء على الرغم من كل جهود ليلى لمنعه الآن الخطر الكبير هو على الباب بعد أن تعرض دينيز صدمة كبيرة اكتشف من هو أسجي حقا بالطبع سيجعل أسجي يدفع ثمن ذلك في هذه الحلقة حيث يشرب أوشيم وأوشنر بالحب يتعلم يل أوشين عن لعبة الغيرة التي ينظمها يي أوشين ودينيز ويسترخي كثيرا ولكن لأنه يشعر بالغيرة من دفني العشاء كان التعارف مع دم لا يتورط في قدمه الآن تحتاج دفني إلى التفكير في كيفية التخلص من شرها اللعبة التي يلعبها متشابكة في قدميه وتتحول إلى وضع مستحيل كل يوم في حين انه يؤلم ارنار بما يكفي ليكون بعيدا عني اوشيم على اي حال عندما تتم اضافه تجارب دفن اليه يخرج ارنار عن القبان ويقوم اراس بغاره كبيره على القصر على الجانب الاخر يعاني ازجي من خوف كبير من وجود البحر الذي يقوم على الباب اثناء التخطيط لقفل العجاف في المرحاض لفتره قصيره فإن النوم يخرج الأشياء عن السيطرة. عاد دفني التي اضطرت لقضاء الليل كله نائمة في المرحاض إلى المنزل وأخبرت شقيقها الجميز الذي تم القبض عليه كل شيء يتحول إلى شعر عربي. مع نمو حب الجميز ولشمل لبعضهما البعض فإنه ينمو في النزعات الناشئة عن حقيقة أنهم أناس من عوالم منفصلة. هذا الصراع يؤدي إلى تحول كلا العالمين رأسا على عقب من ناحية أخرى فإن أزجي غير سعيد للغاية لكونه عالقا على رادار زير النساء دينيز لكن الحل الذي يجده للهروب من هذا سيسبب له مشكلة كبيرة يتسبب توظيف داملا في قتالي الأوشن ودفني كل دقيقة في النهاية تغضب لوريل بشدة وتستقيل مرة أخرى تقرر جايد أيضًا أن تلعب دورًا كبيرًا هذه المرة وتضمنها قصرًا دينيس في لعبتها. بسبب الحيل التي يقومون بها، يصبح العجاف غاضبًا من الغيرة. يل أوش، الذي يتعين عليه الذهاب إلى منزل دفني مع لعبة أوشين، يصاب بالجنون عندما يرى البحر هناك. سيكامور، التي عادت إلى المنزل قريبًا، تصاب بالجنون عندما ترى كل من يلقوش وديميز في المنزل فقط على رأس هذا الصخب وعندما تأتي جدتك تخرج الأمور عن القضبان ستبدأ دفني ابنة لازي العمل كمهندسة كمبيوتر في شركة أرس للتكنولوجيا يجد شقيق دفني الأكبر مفتول العضلات إرنر ملابس أخيه مفتوحة ويجبره على ارتداء البنطال الذي اشتراه لموليد جده تم القبض على دفني من قبل يلين الرئيس القوي لشركة آراست تكنولوجي أثناء تغيير الملابس في موقف سيارات الشركة، لكنه يعتقد أن العجاف هو الأمن. دفني يحل مشكلة فنية مهمة جدا للشركة، ولكن في الوقت نفسه يكتشف من هو يلئش يستقيل لأنه لا يستطيع أن يتحمل أن يلعب مثل هذه اللعبة من قبله. يركض العجاف وراءه للاعتذار تم القبض على دفني وهي تغير ملابسها مرة أخرى في موقف السيارات أولا إلى يلؤوش ثم إلى شقيقها أشن مع يلؤوش يعلن الجميز أن يلقوش الذي ضربه كلين هو عدوه اللدود يوليو كن الأمور تتعقد عندما يقع في حب شقيقي الإرم الذي يحاول الابتعاد عن أخيه العجاف لأول مرة ينتهي الحب شيء أقوى من ذلك سيحل محله منذ اليوم الذي قال فيه أنت على حق قلت توقفت من الداخل أنت على حق في النهاية قرأت تلك السطور الشهيرة في مقابلة الراحل ميرا الحسن منذ سنوات عديدة الحب حالة جنون كان يقول هو حقا من الله الذي لا يدوم طويلا من الله الذي يترك مكانه بعد فترة إلى الحب وهو أكثر صلابة وهدوء وأمانا حاول الفقراء العجاف أيضا أن أقول الجميع عن ذلك من البداية ولكن من ناحية أخرى بسبب مرضه الذي هو سمة من سمات كروموسوم ليقول الجدار عندما أقول السد الحب ينتهي لم يستطع فهم حقيقة كلماته، أولا إلى دفن ثم إلى من حوله. ومع ذلك، إذا تمكن من قول، تغييرات، بدلا من، نهايات، إذا كان بإمكانه شرح ذلك بشكل جميل، كما في هذه الحلقة، فسوف يفهم أن لها لم تكن مجرد خوف من الهجر، ديفنيتشيك. يا لها من كلمة حقيقية، الحب يجمع الناس معا. لكن لا يكفي الاحتفاظ بهم معا منحله 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 جوله كبيره اخرى من التصفيق لكتاب السيناريو مرارا وتكرارا يتواصل الناس باشياء مهمه جدا بدافع الحب العجاف تحدث هذا الجزء من خلال فمي كما لو انه توقف نحن بخير عندما نكون معا هذه هي النقطه الرئيسيه لتكون قادره على ان تكون جيده عندما نكون معا الان اتحول من الفلسفه الى التفسير واهنئ مره اخرى الممثلين الجيدين عندما يكونون معا وكتاب السيناريو الذين من الواضح انهم جيدون جدا معا مكاني المفضل في هذا القسم كان بلا شك موقف الجميس كيف فاتني رؤيه الناس يتصرفون بشكل طبيعي في دوره الحياه اليوميه في برنامجي ما رايناه في مواقف مماثله حتى يومنا هذا الرجل المراه الذي يتعرض للابتزاز لا يمكنه اخبار اي شخص بذلك اذا استسلم للابتزاز واتخذ قرارا من شانه ان يترك حبه ويحول حياته الى زنزانه هذا هو تصور كاتب السيناريو التركي الكلاسيكي الدراما لانه بينما في مواقف حقيقيه مثل هذه يطلب الناس المساعده من بعضهم البعض اذا لم يتمكنوا من حلها بانفسهم فانهم يذهبون الى من يثقون بهم فما هو عليه يمكن ايضا كتابتها كما في الحياه اليوميه ومن ثم تجعلك السلسله تشاهد نفسك على الرغم من ذلك انتهى فيديو معلومات سلسله الحب لدينا هنا لاحقا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات